أيضا هناك ناحية أخرى، هو يقول هذا القاضي أنه يعني كان يملي عليه الجني طلبات بالسرقات، ولكن هناك منظومة متكاملة من محامين من قضاء آخرين تم الكشف عنهم. هل كلهم متلبسين بالجن أم أنهم خضعوا لهذا القاضي؟ إيش راح يصير في واحد نحكم عليه بمساعدة الجني، واحد بدون الجني هذا ممكن لازم يحضر قانونيا؟ إيش القصة؟ إيش يعني ماذا سيحدث بالضبط؟ والله إن تم قبول أو تقبل دفع القاضي بأنه كان خاضعا لتأثير من العالم الآخر أو من الجان، فعليه إثبات ذلك، وإن لم ينجح في إثبات ذلك فطبعا هو يعني عرضة للعقاب. أما إن نجح في إثبات ذلك، وأنا يعني أستغرب كيف سيكون ذلك، لم يسبق لي التعامل مع الجان ولا السماع عن قضايا أنها يعني تكون تحت طائلة أو تحت مفعول السحر، ولم يفترض أي قانون عقابي في 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 كافة القوانين الجنائية في العالم هذا الأمر، أو أنا لم أسمع عن ذلك أبدا. فأنا يعني في لهفة أو شغوف جدا بمعرفة ما سوف تنتهي إليه التحقيقات بالذات في مسألة الجن، لأن هناك كثير من الناس ينتظرون على أحر من الجمر مسألة التعويل أو قبول دفع القاضي بأن به يعني سحر أو هذا، حتى لعله بعد كده يتخذ. أنت دكتور عمر، أنت تتخيل في حال قبول هذه القضية والحكم بالبراءة لهذا القاضي لأنه متأثر بالجني، كم أحد عندنا راح يلبس جني في قضايا كثيرة؟ كم راح نستنجد بالجن؟ يعني موضوع بديع الحقيقة. عموما معي محمد الساعد، الأستاذ محمد الساعد على الهاتف، الكاتب الصحفي السعودي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. وزارة العدل تحركت في هذه القضية على جانبين، الأول نفت هذه الحادثة وطالبت الإعلاميين بعدم التعدي على القضاة لدواعي النزاهة والحصانة، وبعد أن تبين صدق الصحافة أرسلت مندوبا عنها للتحقيق في هذه القضية. كيف تقرأ هذين المشهدين لموقف المجلس؟ طبعا أنا أعتقد أن وزارة العدل يعني فوجئت بالوضع أو وجدت نفسها في مأزق كبير، لأنه أحد منسوبي القضاء الذي تشرف عليه متهم بقضية، يعني يفترض أن وزارة العدل هي خط الدفاع الأول في القضاء على جرائم النصب والاحتيال والتزوير والرشوة وكل قضايا الفساد المالي التي يشتكي من المواطن. فطبعا وزارة العدل أنا أعتقد أنها كانت في موقف لا تحسد عليه، لأنها حاولت يعني الخروج من التأثير الذي يعني وقع عليها من الجسم القضائي، الذي حاول الدفاع عن الجسم القضائي حتى لا يصاب يعني يصاب هذا الجسم بأي تشويهات يعني من خلال الإعلام كما زعموا. ووجدت الوزارة أنها يعني في باب الدفاع عن القاضي دون الحقيقة التمكن من معرفة ملابسات القضية، لأن هناك إشكالية إدارية تخضع أو يخضع لها القضاء السعودي، أن القاضي يعني تشرف عليه جهتين مباشرتين، مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل. وهذه القضية إلى الآن يعني لا تزال حائرة في 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 الجسم القضائي، وبالتالي أحيانا القاضي يعني يقول أن مرجعيته مجلس القضاء الأعلى، بينما وزارة العدل تطالب أن تكون مرجعيته لها. لكن أنا بدي أعلق على موضوع الجني إذا كان تسمح لي. إلا أكيد الجني اليوم أكبر المشاهير. أنا أعتقد أن هذا الجني يعني هو أشهر شخصية في العام الميلاد الحالي. فهذا الجني يعني الحقيقة يجب أن يتوج على غلاف مجلة التايمز كأشهر شخصية يعني مرت في تاريخ العالم بهذه السنة، لأن هذا الجني استطاع أن يحول الأنظار يعني باتجاه آخر. ترى أنا بعطي الجني حق الرد والتعليق إذا أراد يعني في هذه الحلقة ولا غير. هو أنا عندي سؤال يعني بديهي، أولا ما مصير كل القضايا التي حكم فيها هذا القاضي، أو مصير كل المتهمين الذين أما سجنوا أو عذروا أو أطلق سراحهم؟ يعني هل هذه القضايا التي يجب البحث والتقصي وراءها، هل هذه القضايا يعني في حكم الملغية يعني يجب أن نعاد النظر فيها مرة أخرى؟ لأنه من حق أنا أعتقد كل الذين اتهموا في وحكم عليهم في قضايا باشرها هذا القاضي يجب أن يراجع المحكمة، لأنه بحسب كلام القاضي أن هناك من أثر عليه. اثنين، أولا يجب
يعني معرفة صلة القرابات الموجودة داخل محكمة المدينة بهذا القاضي، لأن هناك إشاعات تتداولها الأوساط ومواقع الإنترنت بأن هناك يعني صلة قرابة بين القاضي وبعض القضاة في داخل المحكمة، وبالتالي يعني يتم تمييع القضية، أو أن هناك صلة قرابة بينه وبين قضاة موجودين في مجلس القضاء الأعلى أو في وزارة العدل. الحقيقة يجب هذه النقطتين أن تحسم وأن تراعى في أثناء النقاش القضية مرة أخرى. نعم أستاذ محمد سعد، أشكرك الحقيقة على هذه المداخلة، وأحب أن أقول أنه يعني عند آخر سؤال أو آخر نقطة قال الأستاذ محمد، أنا أتمنى الحقيقة ونحن الحقيقة قبل الحلقة ودائما يعني نحاول نتحدث إلى وزارة العدل أو مجلس القضاء الأعلى حتى يعني يوضحون هذه الملابسات بكل لهم صوت، لأنه الموضوع الآن دائما أنا أستخدم كلمة قضية رأي عام أو جملة قضية رأي عام، لأنه هذه صارت قضية رأي عام ولا بد من أنه يكون فيه إيضاح يا من مجلس القضاء الأعلى أو من وزارة العدل، بدل أن نرد ونقول أن على الإعلام أن يحترم نزاهة القضاء. اختلفنا بس الحين ما عاد في نزاهة، إذا الوضع زي كذا يعني في موضوع كبير قاعد يصير في خلل. عموما أسئلة كثيرة الحقيقة أدرينا في أذهان المشاهدين، وأنا بحاول قدر الاستطاعة أن أسأل أسئلتكم الحقيقة. دكتور عمر، يعني تحدثت قبل قليل أنه يعني ما قد مر عليك مثل هذه القضية نهائيا، موضوع تحدث عن مصير الخمس سنوات الماضية، يعني احنا هل راح يتم اعاده النظر فيها؟ هل راح نشوف يوم من الايام انه كل من حكم عليهم يرفعون تظلم او يرفعون انه محاوله اعاده محاكمه لان القاضي هذه حالته مثلا؟ ام ان او احب سلفت يعني نظرك دكتور عمر، لان احنا في البرنامج اذا ما لقينا حل خصوصا لبعض القضايا القانونيه عندنا بند اسمه الطاسه الضائعه، فهل راح تكون تحت بند الطاسه الضائعه ام راح يكون في حلول؟ يغلب الظن علي أننا سوف نلجأ أخيرا إلى هذا البند كما لجأنا إليه في قضايا أخرى، ولكن أنا أنوه أنه من حق أي شخص صدر عليه الحكم بالسجن أو صدرت أمواله أو حكم عليه بالعقاب أو تسليم المال للغير خلال سنة، رغم أن الأحكام النهائية ينبغي أن يعني تحوز حجية الأمر المقضي به وتصبح نهائية، ولكن إذا تم قبول مثل هذا الدفع فالأمر يكون عرضة لنتائج خطيرة جدا. وهناك جزئية صغيرة أخي علي لا أخفيك إياها، أنني على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية ترافعت في عدد من القضايا، كنت أتعامل مع بعض أصحاب الفضيلة، وهذا الأمر يعني يشغل جزء من ذهنيتي، فكنت لا أخفيك أنني كنت أستشعر أحيانا أن بعض من القضاء فعلا بهم قدر من السحر، أو هكذا أشعر أنا نتيجة مواقف يعني لا داعي لذكرها على الأقل الآن. لا لا الدكتور خلنا نذكر بعضها بس عشان الناس يعرفون، لكن أنت قصدك سحر أنهم أخاذين مثلا ولا مسحورين؟ والله التصرفات اللي تصدرها بعض القضاء عندما يتعامل مع المحامين أو المتقاضين تنبئ عن أن به قدر من السحر، أو لا يكون في وضع طبيعي. كثير من القضاة في بعض المحاكم لا يكون في وضعهم الطبيعي في عندما يتعاملون بموقف معين، أو يحاول المحامي أن يبدي وجهة نظره أو يتعامل معهم، حتى أن أحد القضاة قام بإلغاء وكالتي، فسخ وكالتي من موكلي، ولا يملك هذا الفسخ إلا موكلي فقط، لكنه تطوع من عنده وفسخ وكالتي، ولا أظن أن قاضيا في وضعي هذا يكون في حالة طبيعية أبدا. نعم عموما معي القاضي السابق سعود الأزوري، أهلا وسهلا بك. الدكتور عمر الخوري يقول أن عدد يعني غير قليل من القضاء ربما يعانون يا أما من سحر أو لبس أو تلبس. أحب يعني هذا إذا حبيت تعلق الدافع عن القضاء بما أنه قاضي سابق، وأيضا أسألك يعني إحساس القضاء أو نظرة القضاء أو توقعاتك كقاضي ماذا سيحدث في هذه القضية؟ أخي الكريم، أود أن أوضح أن السحر ثابت ولا مرية فيه، وهو حقيقة، وذلك بدلالة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. أما القرآن الكريم فإن الله تعالى ذكر عن سحرة فرعون
الذين ألقوا حبالهم وعصيهم وسحروا أعين الناس واسترهبوهم، والقصة معروفة. وأما من السنة النبوية حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وأنه كان يخيل إليه أنه أتى الشيء ولم يأته، ولكن الله تعالى أنزل عليه سورتي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فشفاه الله بهما. أما مسألة سحر القاضي من عدمه، أنا لا أعرف القاضي شخصيا ولم أزوره ولم أناقشه، لكن ما عرفته من الأجهزة الإعلامية ومن الصحافة أن مرض القاضي كان سابقا للواقع. مرض القاضي سابقا للواقع. الدكتور عمر جزاه الله خير الآن تطرق إلى جزئية مهمة، وأنا أيضا أتطرق لها، وهي التفتيش القضائي المستمر يحتاج إلى تفعيل. التفتيش القضائي المستمر يحتاج إلى تفعيل ومتابعة مستمرة لكي نتأكد من أهلية القضاء وأداء القضاء ومخرجات القضاة. طيب بس نعم. بس يعني أعذر جهلي الحين، في حال أنه موضوع السحر والتلبس فيه اختلاف، ولكن في حال أنه مسحور، هل سيتم الحكم على القاضي بهذه الجريمة ولا راح يحكمون على الجني، أو أنه القضية ولا راح تسجل ضد مجهول؟ أخي الكريم، للقاضي ولكل متهم حق الدفاع، الأصل البراءة والأصل السلامة والأصل براءة الذمم كما يعني كما يقول الشارع وكما هو في القانون، أنه الأصل أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته. إذا جاء القاضي المتهم أو جاء أنا أي متهم كان فقال أنا تحت وطأة سحر، نسمع منه ونناقش يعني جزئية السحر، من سحر وكيف السحر، وهل هناك أدلة أو قرائن أو براهين أو إشارات أو دلالات، وعلى ضوءها يكون هناك يعني نتائج للتحقيق، ومن ثم يترتب على النتائج حكم، والقاضي يحكم عليه من قبل مجلس القضاء الأعلى. يعني ليس القاضي نشازا عن الناس أنه لا يتعرض لمحكم، القاضي حاكم والقاضي يناقش والقاضي يعاقب. لا ما اختلفنا يعني القاضي سعود، بس أنا مشغلني صراحة هذه القضية غريبة. يعني أنت شايف أن القضية غريبة ولا تشايف أنها عادية؟ بس عشان نعرف. لا، القضية ليست قضية جديدة، كثير من الناس يأتون المحكمة ويقولون نحن سحرنا، وليست قضية ليست نشازا، ولكن ربما أنه قد حكمت في قضايا مرتبطة بالسحر بالجن. كيف؟ قد حكمت في قضايا مثل يعني مثل نوع هذه القضية؟ نعم، في قضايا السحر مر علي قضايا أنها. ماذا حكمت؟ كيف حكمت فيها؟ كيف تعاملت معها؟ إذا ثبت أن هناك مثلا طلاسم أو سحر أو فنأخذ بهذه الدلالات ويعني نبني عليها الأحكام. يعني لا تحضرني الآن كل الأحكام أستاذ علي اللي حكمت أنا فيها، يعني لكن نسمع ونقبل من أي متهم إن كان قاضي أو غير قاضي أو رفيع أو وضيع أو نسمع. طيب، منه واضحة هذه الفكرة. الأستاذ سعود الأزبري، شكرا لك، القاضي السابق والمستشار القانوني الحالي. أنا صراحة أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أنا يعني ما أدري تشاركوني ولا الدنيا اختلفت هذه الأيام، أنا لازلت أشعر بغرابة هذه القضية، بأن يعني وصلنا لمرحلة عجيبة وغريبة. دكتور عمر، تعليق في نصف دقيقة إذا أردت. والله الحقيقة أبغى تكون شفافية، يعني الموضوع طلع الآن ولم يعد ملكا للمجلس الأعلى للقضاء أو المرفق القضاء، لابد من إظهار الحقيقة، ووجود حالة أو اثنين على هذا يعني بهذا الوضوح لابد من علاجه حتى يسترد المواطن ويسترد الناس ثقتهم في هذا المرفق. الحقيقة الموضوع يعني خرج عن السيطرة، والمرفق عزيز علينا وغالي، ولابد من حمايته من الشوائب، يعني لابد من أن ينال يعني المخطع عقابه. نعم، دكتور عمر الخولي المحامي المستشار القانوني، شكرا لك على هذه المشاركة من استوديوهاتنا في جدة. أيضا شكرا للأستاذ محمد الساعد، شكرا للقاضي السابق سعود الأزوري.